السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كلشيكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. من أمام السوق النموذجي بمدينة تمارا، وكما كتشوفوا معنا الأشغال بدات في المراحل النهائية ديالها. وقبل ما نكملوا معكم الفيديو، غادي نحاولوا في البداية نوريكم فين كاينين حنا. هنا الجنبات ديال شارع محمد الخامس، هنا دوار بن ناصر الشمالي، هنا السوق النموذجي، وهنا الحي الصناعي. في هذا الفيديو هذا غادي ناخذكم في واحد الجوله مهمه ماشيا على الاقدام باش نقربوكم من الامور كيفاش دايره. فكما كتشوفوا معنا هنا دائما مشاهدينا الكرام، عمليه الحفر بدات هنا في الملاعب ديال القرب اللي غيكونوا من هنا، لان عندنا ملاعب من اليوم وملاعب من هنا. هذه وحده. غادي ندير لكم جوله شامله ان شاء الله. هنا الشونتي الداخل راهم خدامين الاخوان تما. بعض المرات كيسولوني بعض الاخوان منين غادي يدوز الترامواي، واش غيدوز من بين التيرانات والسوق اولا من جناب التيرانات، ولا منين غادي يدوز. فاللي كنبغي ناكد عليه دائما هو ان الترامواي غادي يدوز من جهه العمارات، يعني التيرانات في اليمن هنا حدا السوق، والترامواي غيجي ومباشره غيخرج لنا في هذا الطريق. هذه هنا في الطريق ديال شارع محمد الخامس، وغادي يمشي لنا مع شارع محمد الخامس ويخرج لنا في جهه المحطه ديال القطار. هذا هو اللي كاين. غادي نكملوا الجوله ديالنا كما وريتكم. عندنا هنا غادي يكون واحد الباركينغ في هذه البلاصه، هنا غيكون عندنا ثلاثه ديال الملاعب القرب. هنا غادي نحاولوا نمشيو معكم في الاتجاه فين غيكون الباركينغ. كاين واحد العائق، كاين واحد العائق هنايا، الا هو هذه الاعمده الكهربائيه العالية التوتر اللي خاصها تحيد من هنا. عندنا هاد الأعمدة الكهربائية، كاين واحد الصف بحال هنايا اللي غادي نمشيو ندوزو من الزاوية الأخرى، وغادي نقربوكم من المشكل اللي كاين. هاد البلاصة هنا هي اللي جات خلف السوق النموذجي مباشرة. هناك أخبار تروج على أنها تكون واحد الجردة إن شاء الله، وهادشي اللي كنتمناو. الجردة مع ملاعب القرب مع السوق غيكون داكشي زويون، غيكون متشول. هذا هو اللي كاين. مشيت من الجهه الشماليه ديال السوق النموذجي، هذا هو العمود الكهربائي اللي هضرت لكم عليه. هنا عندنا جوج الملاعب القرب اللي غتشوفهم معايا دابا من الداخل، وهاد البلاصه حنا اللي كنتواجدوا فيها. هنا عندنا تيران ديال الباسكيت، باش غادي دير تيران الباسكيت خاص هاد العمود هذا يتحيد من هنايا، وهنا غيكون الباركينغ. دابا غنمشيو ندخلوا لكم التيرانات. كما كتشوفوا معنا دائما هذا هو العمود اللي هضرت لكم عليه، هذا جانا هنا في بلاصه الباسكيت. ودابا غادي نكملوا المسار ديالنا للقدام. فكما كتشوفوا معنا الملاعب ديال كرة القدم، عندنا جوج تيرانات كبار هنايا في الجنبات ديال السوق النموذجي، وبحالهم غادي يكونوا عندنا ان شاء الله من الجهة الاخرى. يعني كاين تغييرات كبيرة، كاين امور اللي هي زوينة صراحة. فنتمنى من الله يكون تنظيم محكم داخل السوق النموذجي باش تبقى الامور نقية وزوينة، ويبقى السوق ان شاء الله يضرب به المثل. فكما كتشوف معنا دائما مجهودات كبيرة ديال الشركة المكلفة لا بملاعب القرب ولا بالسوق النموذجي. وكما كتشوفوا معنا هنا فكنشوفوا أمور كبيرة اللي كدار هنا في الجنبات، يعني كاين أمور اللي غادي تغير إن شاء الله في الجنبات ديال ملاعب القرب، واللي غنكشفوها على الصورة النهائية ديالها عما قارب. فنتمناهم الله الخير والتيسير يا ربي. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، هنا من زاوية أخرى غادي نحاولوا نقربوكم أكثر. هنا عندنا الديور في اليمن ديالنا، قدام الديور هادو عندنا هنا الملاعب. فهموني مزيان، لأن الناس قالك لا ميمكنش يكونوا الملاعب هنايا الطريق ديال الترامواي وهذا. فأنا غنوضح لكم أكثر ملي غنمشيو على رجلينا غاش تبان الصورة. أنتم الصور شفتوه هنايا وشوف شحال ديال الطريق. غادي نزيد القدام باش نبين لكم أنه كاين واحد ليسباس اللي غيكونوا فيه الملاعب. هنا كما كتشوفوا معايا عاد كنخرج في الطريق اللي فيها الدوبل فوا اللي كدينا لطريق السيار عبر اولاد مطاع. مزيان، ولكن الطريق هادي راه غتمشي لينا في هذا المسار ديال الترامواي، وغيمشيو لنا في هذا الاتجاه ما قدمهم حتى شي حاجه. هاد الطريق هادي اللي كنشوفوا هنا هادي كلها غينحارف فيها المسار ديال الترامواي،
ويمشي لنا في هذا الاتجاه هذا بعيدا عن الاشغال اللي عندنا في اليسار والتيرانات، يعني التيرانات غادي يكونوا في الجنب، هذا هو اللي كاين. وهنا غادي يكون عندنا التراموا ان شاء الله، وهنا عندنا الاشغال ديال السوق النموذجي وكذلك ملاعب القرب. الله يبارك فيك اختي، الله يحفظك. كما كنبغي ناكد لكم دائما مشاهدينا الكرام، فالاشغال على قدم وساق هنا بدوار الحارتش، السوق النموذجي في المراحل النهائيه ديالو. عندنا الملاعب ديال القرب في الجهه الاخرى في الجنبات ديال الملعب، فكنشوفوا عمليه الحفر بدات هنايا في انتظار الاسلاك العاليه التوتر انها تحيد من هنا. قريبا غيتم الالغاء ديالها، هذا هو اللي كاين. الكل ينتظر بفارغ الصبر نشوفوا تراموايه بداش كتحط المسائل ديالو. دراسات الحمد لله راه بدات، الامور راه غاديه في الطريق الصحيح. صراحه اني كتصور الفيديو ماشي على الاقدام ماشي هو السياره، ولكن راه ما نعاودش لكم واحد الساعه باش يلاه تصور شي حاجه الفيديو. هنا في الجنبات ديال الطريق ديال شارع محمد الخامس اللي غادا هنا، ولكن راه غتولي عندنا واحد الطريق اللي غادا بالسيارات هنا، هادو اللي دايزين كلهم من هنا، وفي نفس الوقت غتخرج لنا طريق من هنا اللي غتمشي لنا في هذا الاتجاه هذا، وغادي تلاقاونا قدام العماره البيضاء. تما تقدر تكون عندنا شي رونبوان كبيره، اولا غادي يكون عندنا شوير طرقي، غيكون عندنا اشارات المرور، غتكون عندنا مجموعه من الامور اللي غترتب لنا المسائل ديال الطريق. هذا هو اللي كاين. فكما كيعرف الجميع فالسوق النموذجي اصبح في حلة جديدة، بعد ما كان عندنا واحد السوق هنايا جوطية الحارت، فكنتمنوا من الله صادقين انه يكون تنظيم محكم، تكون امور اللي هي مزيانة. كما كنشوفوا عندنا واحد اللون ازرق وابيض اللي غيسدوا بهاد الواجهات هادو، لكن كنتمناو من الله انه الامور تكون محكمه من ناحيه ديال التنظيم باش الامور تبقى نقيه، لان كنا غنهضروا على سوق نموذجي وغتكون العشوائيه وغتكون امور اللي هي سلبيه، فهنا غيولي نقطه سلبيه اكثر ما غنهضروا عليه هو واحد النقطه ايجابيه. اكيد الناس متفائله خصوصا مع التعليمات ديال السيد الوالي باش السوق يحترم جميع لي نورم اللي خاصها تكون باش ان شاء الله يبقى على اعلى مستوى. في انتظار كما قلت لكم يتحيدوا هاد الاعمده هادو. هنا كنشوفوا الدرون هنا كتحلق من فوق السوق، الدرون تحلق في هذه اللحظات، يعني كاين واحد المراقبه في هاد اللحظات ديال السوق، يعني صور خاصه صور حصريه. وحنا بدورنا كذلك كنحاولوا نقربوكم هنا في هاد النقطه هذه، غادي يكون عندنا ملاعب جوج ديال كره القدم، وغادي يكون عندنا في نفس الوقت ملعب ديال الباسكت كذلك في الجهه الشماليه. هنا غيكون عندنا باركينج، وهنا ان شاء الله تكون شي جردة، فنتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي. هذا هو اللي كاين. دائما مشاهدينا الكرام من امام السوق النموذجي بمدينه تمارا، اكيد الخير جاي للقدام، اكيد حويجات ان شاء الله اللي كتبشر بالخير فهي في الطريق ان شاء الله.